والله المفروض يرجعوه، يعني هذا التأخير شنو؟ يعني ما قبلت شيء يعرقل هذا الشغل. يعني هذه كوسيلة يعني دعم للبلد، للمدينة، للتجارة، الناس عندها سيولة تحول سيولة، هنا كل شيء ماكو صافية. كم بنقى النواقع؟ ولا واحد ما عمره. لا عمره، لا سووه، لا جو، لا أبد. وين المسؤولين عجل؟ خلي حيطلع من المسؤولين يطلع يسوي كشيف، يصرفوا له مبالغ نقدية علينا، يقومون بأعماله. احنا يسوون لنا حديقة، حديقة شو نسوي بينا احنا؟ أدري الحديقة شو نسوي بينا احنا واحنا الركام فوق الجثث جوا. إي ما يصير. المفروض ينتبهون هذا الشيء، يشوفون هالوضعية هاي. يعني هذا شيء من البلد لازم يكون واقف على حيله، الناس تتوفر بيه، تشتغل بيه، صرافية يصير بيه. والله نريد يرجع البنوك حتى يصير تبادل تجاري بين المحافظات، بين العراق والدول الخارجية، بس ماكو شيء، ما يعطون اهتمام بالمواطن ولا بالشارع العراقي. هذا البنك من يرجع، يعني بدل ما واحد يروح يحول تحويل بتليفون هنا يضم فلوسه ويحولها. هذا احسن وين؟ العراقي يصير بنية تحتية قوية. البنوك هي شلون تقدر تقول اساس المشاريع. يعني عندما يذهب المقاول يكتبوا له صك اي دائرة او اي شيء كان، راح يستلم فلوسه يكمل بناء ويكمل بكذا، واحسن من هاي الشغلات المكسره المخربه. فالبنوك هي اساس او سند لمن؟ للناس او للدوله او للشعب، لان هي كلها تعود ترجع تعود املاك الشعب. البنك هو الاساس اللي هو شنو؟ الحاله الاقتصاديه. حاله اقتصاديه، نعم، لان هي العمله شنو؟ ليش يسموها عمله؟ يعني تاخذ تنطي، تاخذ تنطي، وهكذا.